حظك اليوم برج الحمل الخميس 9 من نوفمبر 2023. يجب على مولود برج الحمل المحاولة فإدارة كل شؤونك بالعقل والتنظيم فمجال العمل تجنبا للوقوع في المشكلات وتعطل المهام. برج الحمل اليوم ماليا. برج الحمل اليوم ثقتك بأنفسك بشؤون المالية وتصميمك يأتي ثماره وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك. وقد بدأ عملك الجاد يأتي ثماره. تأكدي من أن تظل منضبطة في أنفاقك، لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك. وابق مركزا على الربح والمكسب المادي، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودنك إلى الاستهارة. برج الحمل اليوم عاطفية. يشعر أصحاب برج الحمل اليوم بفرحة الحبيبة بما تقدمه له من مزايا. هذا الأمر يساعدك على الاستمتاع بالحياة المستقرة معه. برج الحمل اليوم صحيا. حاول أن تقوم اليوم ببعض التمارين الرياضية التي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، فطقس يسمح لك بذلك.